أهلا بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الكنائس الرسولية بعيد الميلاد المجيد قائلا: ونحن نستقبل عيد الميلاد المجيد، أهنئ إخواننا المسيحيين وأتمنى لهم الخير والبركة، كما أتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدا من الازدهار والتقدم بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة التي تثبت دائما أنهم أقوى من كل التحديات. وبهذه المناسبة زار كل من سمو الأمير الحسن بن طلال ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مطرانية اللاتين في عمان لتقديم التهنئة بالعيد المجيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال الكنائس الرسولية بعيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية اللاتين بعمان، حيث كان في استقباله سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، والمتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، والمطران سليم الصايغ، والمطران ياسر العياش، وجمع من الآباء الكهنة. وقال سموه خلال لقائه رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن بحضور شخصيات رسمية مسيحية وإسلامية: إن هذه المناسبة تدعونا إلى الحكمة وما تحمله من معاني الرحمة والمحبة، وعلينا أن نبادر إلى إيصال رسالة المحبة فيما بيننا للعالم. إننا في الشرق ربما نتميز في أننا حريصين على الحفاظ على حكمة الشرق، فكما نعلم الإشراق هو من الشرق، والإشراق الذي نحتفل به اليوم معكم بمولد السيد المسيح، وذلك الإشراق الذي يحمل معاني الرحمة والمحبة والحكمة. ورحب المطران الشوملي في كلمته بسمو الأمير الحسن، مشيرا إلى التحديات التي يمر بها الشرق الأوسط والأردن، حيث أشاد بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الأماكن المقدسة في القدس المسيحية منها والإسلامية. وقوف العالم في الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى جانبنا، وذلك بفضل جهود الحراك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية، وخصوصا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي تنقل بين اسطنبول وروما والفاتيكان وباريس في الفترة الأخيرة وغيرها من العواصم بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة كنيسة العذراء الناصرية للاتين في السويفية بعيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية بحضور عدد من الوزراء والأعيان وشخصيات رسمية ودينية وإعلامية. وكان في استقبال دولته لدى وصوله المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، والمتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا، والبطريرك فؤاد طوال، والمنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، وجمع من المطارنة والآباء الكهنة وممثلو الكنائس الرسولية في الأردن. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن هذا العيد هو لكل الأردنيين الملتفين حول قيادتهم الهاشمية ووطنهم الذي نحميه ونبنيه جميعا متلاحمين في مواجهة الأخطار. ولن يكون هناك لفاسد بيننا مكان، وهم أقلة، ونستطيع أن نغلبهم كما نغلب كل التحديات. أعود وأبارك لكم بالعيد، وأقول أن هذا العيد عيد لكل الأردنيين الذين التفوا حول قيادتهم، وأشكر لكم دعوتي في هذا اللقاء الطيب، وكل عام وأنتم بألف خير. وألقى سيادة المطران الشوملي كلمة عبر فيها عن عميق شكره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة، متمنيا فيها للأردن وشعبه السلام والطمأنينة. نأمل ونصلي بأن تكون السنة القادمة سنة خير وسلام وازدهار لأردننا الغالي وللعالم العربي ولجميع دول العالم، وأيضا لحكومتكم الرشيدة يا دولة الرئيس، حتى يبقى الأردن بلد مؤسسات ونظام وشفافية بفضل جهودكم الدؤوبة واليومية، وبرعاية صاحب الجلالة ملكنا المحبوب عبد الله الثاني ابن الحسين. وكل عام وأنتم بخير.
وخلال اللقاء أكد السيد أسامة مسيح في مداخلته على أهمية التحلي بالإيجابية والعمل الصادق لبناء الأردني وخدمته. إخوتي في الوطن، أستحلفكم بترابه وبالغمام الذي يغطي سماؤه، أستحلفكم بخبز الطابون وبشجر الليمون، أستحلفكم بالدحنون وبرد كانون، أستحلفكم بألحان فلتشهد يا شجر الزيتون، أن نتحد كلنا ونعيد بناء الإيجابية والتفاؤل، ونرجع نحمد الله بكرة وعشية على ما نحن فيه من نعم تتمناه معظم الشعوب التي من حولنا. هيدي هيدي.